صباح الخير ريم، طبعا صباح الخير للصبايا عندك بالاستوديو وندى من صباح ورا الخير. الاستوديو اكيد. نعم، خسائر كبيرة للعراق بسبب قطع الانترنت بحسب البيانات الصادرة عن منظمة الانترنت العالمية، اذ يخسر العراق ما بين 1.5 مليون دولار امريكي الى 4 مليون دولار امريكي في اليوم الواحد خلال ساعات قطع الانترنت، والاسباب متعددة، لكن وزارة الاتصالات العراقية ووزارة التربية العراقية لا زالت تنسق على قطع الانترنت في الأيام التي تخص الامتحانات، امتحانات طلبة المدارس المراحل المنتهية، والسبب هو عدم تسريب الأسئلة، إذ ترجح وزارة التربية أن قرار قطع الانترنت يعود لعدم تسريب الأسئلة، على الرغم من أن المراقبين يعني يؤكدون أن هناك خيارات أخرى ممكن أن تتخذها الوزارة لمنع تسريب الأسئلة. بالتالي هذا القرار يعني ليس لا يكبد العراق خسائر مادية فقط، وإنما هو يعني انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وفقا للمادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن حق الحصول على المعلومة والوصول إليها وتناقلها بطرق مختلفة، يعني من ضمنها الإنترنت. نعم يعني كلام سليم. طيب أكيد هناك حلول أخرى، ولكن نذهب إلى الموضوع الآخر، والزواج الثاني ممنوع في كردستان، ما التفاصيل؟ ما رأيك بقرار يقول أن الرجل يسجن لمدة عام ويغرم بغرامة قدرها 10 ملايين دينار عراقي في حال زواجه من امرأة ثانية؟ شو رأيك بهذا القرار؟ ايش رأيكم يا بنات؟ صراحة شيء احلى طرف، حاجة عظيمة. مع لا ضده؟ مع، انا مع، كلنا مع، ما فيش اكيد مع. طيب اكيد مع، اكيد احنا كلنا مع، انه راح ينتقدون على هذا الكلام بس خاصة اليوم تركوا الموضوع. اكيد طبعا. طبعا بالتالي يعني قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان لم يثير الجدل للمرة الأولى، ففي عام 2008 عدل القانون رقم 188 لعام 1959، وكان من ضمن هذه التعديلات هي يعني وضع تقييد على موضوع الزواج الثاني في إقليم كردستان، ويعني منحت هذه التعديلات الحق للمرأة بالتفريق الزوجي الفوري في حال اكتشافها أن زوجها تزوج عليها امرأة ثانية من دون علمها. بالضبط، هذا القرار جاء بضغط كبير يعني، وبعد ضغط كبير من قبل منظمات نسوية وكذلك من قبل برلمانيات في إقليم كردستان، ورغم محاولات عديدة للرجال في إقليم كردستان وللقانونيين الذكور في إقليم كردستان بأن يتم يعني إلغاء هذا التعديل بسبب أنه بحسبهم يعني مخالف للدستور العراقي والذي يجب أن تنضوي تحته جميع القوانين حتى وإن كانت قوانين إقليمية، لكن التعديل لم يلغى واستمر هذا القانون، ويعني الجدل عاد مرة أخرى حول هذا القانون بسبب مطالبات من قبل نساء ومنظمات نسوية في المركز ويعني في بغداد والمحافظات الأخرى بأن يعني يعمل يعني يتم العمل بنفس قانون الأحوال الشخصية لإقليم كردستان، وأن يتم معاقبة الرجل في حال زواجه يعني من امرأة أخرى، لأن هذا القانون بحسبهم يعني ليس مخالفا للدستور، ولكنه يحمي المرأة ويحمي حقوقها. يعني ممكن يكون في كمان قرار تاني، مثلا قانون تاني، انه مجرد انه ما هو خلاص متزوج ما يقدر يسوي عقد اخر الا بالطلاق عشان لا ينسجن مثلا. طيب بس مش هذه بتصير ضد الشرع او ما في تونس كانت هيك قبل الاشتراطات يعني. قبل الثوره على حسب الشروط بين الزوجين. شكرا لك زينب، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.